Sợ chụp chú đó. Nó ngủ đi bia xe. Nó ngủ đi bia xe. إلا لأنه مطالبنا هي مطالب مشروعة نؤكد الأساتذة بالملموس على أنهم متشبثون بتحقيقها إلى آخر رمق أهدرت دماء كثيرة في سبيل هذه القضية فقدنا الشهيد القضية أسلم الأب تاعنا جميعا السي الحجيلي ولن نتنازل عن ذلك أبدا وبالتالي من هذا المنبر عليهم التعاقد هذه المسيرة هذه وهذه الحركة الاحتجاجية جاءت في إطار استمرارنا للأشكال النضالية البطولية التي خاضت التنسيقية الوطنية لرفضها مخطط التعاقد مخطط الدول مخطط العار الذي نزلته الدولة المغربية في حق أبناء وبنات الشعب المغربي نحن سلميين ولكن نتفاجأ اليوم أن القوات القمعية تنال علينا بالضرب والرفس في شواطئ الرباط كما يعلم الجميع وكما يشاهد الجميع أن مجموعة من الأساتذة تعرضوا للتعذيب تعرضوا للرفس مجموعة من الاعتقالات اللي تعرضوا لها الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد الآن وهذا ما يؤكد زاد مجموعة من الشعارات التي ترفعها الدولة في إعلامها الرسمي شعارات اللي هي زائفة من قبل الديمقراطية والحرية وكل هذا وقع الآن في شوارع الرباط يؤكد من هذه الشعارات ونبدي بكل التدخلات القمعية الهامشية في حق الأساتذة ونقول لهؤلاء أننا نضالتنا نضالة سلمية ومعركتكم علينا معركة قمعية معركة وحشية نضالتنا نضالة سلمية وهجومكم علينا هجوم وحشي نندد بكل التدخلات نندد بالاعتقالات ونحمي الدولة المغربية والمخزن الجزائري الدولة على الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد اليوم ما ترونه في الشوارع ديال الرباط من منع الأساتذة ابتداء منعهم من ست القرون الصفر بيمدحوا بغينا حنا اخويا هذا التعاقد هذا صافي هادشي اللي بغينا مباركة من الحقرة والبوليس ما تنسوش تتابعونا في قناة اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصية الجرس باش يوصلكم كل جديد ديروا شير الفيديو وبارتجوا الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي